هناك 3 بشائر على الأقل، أولها إحالة مشروع قانون متعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز اليوم على القطاعات في أفق برمجتها، برمجة تتحكم فيها الرئاسة مع الأمل العام للحكومة. وبالتالي ما نعرفه هو أنه في أقرب وقت ممكن. البشرة الثانية هو بداية العمل بتنزيل المرسوم المتعلق بالمنح المرصودة للأرامل من أجل ولفائدة أطفالهم الأيتام. البشرة الثالثة أننا لأول مرة سنمنح جائزة اسمها جائزة التميز للمرأة المغربية، وذلك يوم 25 مارس. وبإحداثنا لهذه الجائزة نكون قد أسسنا لاعتراف لجهود المرأة المغربية وكذلك تقدير الأعمال التي تقوم بها النساء، وأيضا التميز الذي يمكن أن يكون لبعض النساء سواء في المجال التنموي أو المجال الفني أو في غيره من المجالات. وبالمناسبة الجائزة هي مرصودة للعمل وليس لفاعله، قد يكون رجل، قد تكون امرأة، قد تكون مؤسسة، قد يكون فرد. المهم أن ذلك الإنجاز يكون لصالح المرأة المغربية. فهذه السنة نحن يعني نفتخر بكوننا تقدمنا على المستوى التشريعي بالشكل الجيد، وكذلك تقدمنا على أساس أجرأت مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الحكومة في الفترات السابقة.